بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من بيت الصحة. زي ما حضراتكم عارفين، بيت الصحة بيتعرض كل يوم سبت الساعة 6:30، وكل يوم أربع الساعة 6:30. كل يوم سبت حلقة جديدة، وكل يوم أربع حلقة جديدة من برنامج بيت الصحة. بيت الصحة برنامج بنحاول نقدم فيه المعلومة، بنحاول نثقفكم ونتعلم إحنا منكم، بحاول أعلمكم وأتعلم منكم، لأن أنا محتاج لحواري معاكم اللي بيفتح معايا موضوعات كتيرة جدا 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 جدا. وزي ما بقول يا صاحبي، يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نازلة على خدك، تمن الألم مغفرة في الدنيا والآخرة، بالعفو مين قدك، دي الشوكة لو شكتك تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين قدك. يا صاحبي يلي المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نازلة على خدك. أعزائي المشاهدين، معانا النهاردة الحقيقة تحاليل اتنين خفوا من الفيروس، إلا أنهم أول ما خفوا على طول سافروا على ليبيا. انتوا عارفين أن احنا بندي حاجة كده، حتى اللي خف من الفيروس بتساعده على السفر إن شاء الله، حتى اللي خف من الفيروس بتساعده على السفر إن شاء الله. فالحقيقة الاتنين زميلهم جاني قال لي على فكرة دي تحاليلهم وهم خفوا. احنا هنحاول نتصل بالأستاذ محمد محمود زميلهم التالت، وهم أعتقد كانوا من الأقصر. هو المعمل معمول التحليل في معمل اسمه ابن سينا، له فروع في انا ودشنا وفي نجا حمادي. و الحقيقه نتمنى ان شاء الله زمايلنا في الاستوديو يجيبوا لنا الاستاذ محمد محمود اللي هو ان شاء الله يكون خف زيهم باذن الله. هم اسمهم طارق خلف مغربي، طارق خلف مغربي وعبد الرحمن محمد احمد. هنعرض تحاليلهم على الشاشه. تعالوا نعرض الاول على الشاشه تحاليلهم. زميل المصور جاهز. دي تحاليل الاتنين، ده طارق خلف مغربي اعتقد، انا بقرأ الورقة من الخلف، طارق خلف مغربي. وانا عايز اوضح قوي كلمة undetected او undetectable level، undetected او undetectable level، undetectable level هي الكلمة دي. الكلمة دي هي اللي حلم كل واحد عنده فيروس بي وسي انه يلاقيها، يشوف كلمة undetectable level او يشوف كلمة negative، negative او undetectable level. كده الصورة تمام. ده تحليل الأستاذ طارق خلف مغربي، ده تحليل الأستاذ عبد الرحمن محمد أحمد برضو undetectable level، undetectable level. undetectable level تحليل اتعمل يوم 20/10/2013. تمام. لحد ما يبقى على الهاتف زميلهم اللي معاهم، احنا بنرحب طبعا بيكم النهارده. واحنا الحقيقه النهارده هنتكلم عن اكتر من نقطه. جاني رساله بتقول تحدث عن رائحه الفم الكريهه، اسباب رائحه الفم الكريهه. هجاوب على السؤال ده قبل ما ابدا موضوع حلقه النهارده الجديد في علاج فيروس سي، وايه حكايه الاقراص اللي بنعالج بيها فيروس سي واللي نازله جديد دلوقتي، وايه حكايه الادويه التقليديه اللي احنا بنديها لفيروس سي، وازاي الناس بتخف معانا من فيروس سي، وازاي تعرف الدواء ده صدق ولا كذب. يعني ناس كتير بيكلموني بنشوف ادويه وبنشوف كلام عن ادويه والخ الخ، واحنا بنثق فيك. فالحقيقه يعني مش هقول اسم الدواء اللي احنا بنستخدمه، لكن اللي اقدر اقوله انه الحمد لله انتوا شايفين ناس كتيره جدا خفت معانا من فيروس بي وفيروس سي. وانا اتعمد دايما ان انا اقول حتى محمول الناس اللي خفت، والحمد لله هم من محافظات مختلفه. يعني كل مره حد بيخف معانا، يمكن الضيفين النهارده اللي احنا ما استضفناهمش لان هم من هنا صعب يجوا، لكن او يعني صديقهم الثالث محمد محمود اللي هو 010-6293-7495. مين معايا؟ أم رضوان. ألو. أيوة. إزيك يا أم رضوان؟ الله يسلمك حاج بكي. أهلا وسهلا، بتتكلمي منين؟
انت اصلا منين؟ منصورة حاجة بكية يونس. اهلا وسهلا ازيك؟ الله يسلمك. طمنيني عليك. انا عرفت لك يوم الخميس عشان التحليل بتاعي كان غاب والاخر اعمل ايه بقى يعني نزلت زي الاسبوع عم كنت عندك. طيب ايه الشكوى يعني في اي شكوى يا حاجة؟ هو التحليل زايد. انا كنت عندك يوم الخميس يوم من مريض زهر بالظبط انت قلت لي زهر وقت البتاع وتعال. تمام. فالتحليل زاد ليه؟ ال ايه؟ اللي طيب هو في شكوى معينه يا حاجه؟ معلش في مشكله في الصوت انا مش سامعك. ما هو بس عشان التحليل ده يا دكتور بس انا ما جبتش لك الخميس اللي فات ده. طيب يا حبيبتي. عايز يعني اوقف العلاج لما اجي لك ولا اعمل ايه؟ طيب عموما لا امشي على العلاج لحد ما اشوف حضرتك. هنمشي على العلاج لحد ما اشوف حضرتك والف سلامه عليك. طيب الحقيقه احنا معانا موضوع النهارده زي ما قلت هبدا بيه الحلقه قبل ما اتكلم عن الجديد في علاج فيروس سي. النهارده بنتكلم عن الرائحه الكريهه. اولا ناس كتيره جدا بتشكو من الرائحه الكريهه من الفم وهو مش عارف ايه الاسباب بتاعه الرائحه الكريهه من الفم. اسباب الرائحه الكريهه من الفم الحقيقه مختلفه ومتنوعه. ساعات كتيره فيما يخصنا في الكبد لما العيان يوصل، طبعا مش كل حد عنده الكبد وعنده رائحة كريهة يبقى وصل للمرحلة بتاعة الفشل الكبدي او الكبد تعب قوي، لكن احد العلامات اللي بيها الكبد ساعات يبقى الحالة تقدمت وتطورت وبقت يعني صعبة شوية وتقيلة شوية الا وهي حاجة بنسميها احنا الليفر فيلير. الليفر فيلير او الحالة المتقدمة من الكبد اللي الكبد بيبقى تعب قوي فيها شوية بيبقى الحقيقة ريحة الفم زي التفاح المعطن زي التفاح البايظ، فدايما كده يقول ايه انه زي رائحة التفاح اللي فسد او تعطن يعني. تمام. معانا اتصال. الو. ايوه استاذ صبحي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ صبحي؟ ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك. بتتكلم منين؟ بتكلم من المنصورة. طيب استسمح حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من سماعه التليفون. ايوه استاذ صبحي. ماشي وطي التلفزيون. ايوه. ايوه استاذ صبحي ازاي حضرتك؟ ايوه انا معاك يا دكتور. الله يكرمك. طمنا عليك اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. احسن على العلاج والامور تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. ماشي الحمد لله. كنت بتشكي من ايه برضو عشان الساده المشاهدين يتواصلوا معانا؟ حضرتك بتشكي من ايه كنت؟ انا كنت بشكي بس من تليف الكبد. تمام. عملنا اشعه تلفزيونيه احنا وقلنا تليف الكبد. عملت سيادتك عملت الاشعه التلفزيونيه وقلت لي يعني في نسبه تليف صغيره كده. تمام. وده سيادتك كتبت لي العلاج وما زلت باخد العلاجه. طيب الف سلامه. في اي شكوى او استفسار من حاجه معينه؟ انا عايز سلامتك يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. ما شاء الله يصلح حالك. احنا مرتاحين على العلاج والامور تمام الحمد لله. في نزيف من اللثة او الانف؟ لا لا الحمد لله مفيش نزيف من اللثة او الانف الحمد لله. مفيش ورم في الرجلين؟ لا الحمد لله. ايوه. في تورم في الرجلين؟ لا مفيش تورم ولا في حاجة. طيب الحمد لله الف سلامة. طيب احنا ليه هنكمل الاول الرائحة الكريهة وبفكر زمايلنا بس في الاستوديو انه اللي زمايله خفوا اسمه محمد محمود 010-6293-7495 ده اللي زميليه اللي عرضنا تحاليلهم خفوا. طيب نرجع بسرعة لرائحة الفم. قلنا انه ما يخصنا احنا في كبد رائحة الفم بتيجي في مرحلة متقدمة شوية ويبقى الكبد بعد مرحلة التليف تطور شوية وتقدم شوية وما تعالجش يعني للحالة اللي ما تعالجتش او ما تبعتش مع دكتور وساعتها يبقى ريحة التفاح اللي العفن او المتعطن او العطن او كده يعني. تمام. طيب عموما روائح الفم الكريهة قد تأتي من بعض الاطعمة زي التوم فالتوم يطلع رائحة مش كويسة. اتنين الحقيقة شرب القهوة الكتير يطلع رائحة مش كويسة. تلاتة شرب الكحوليات. يبقى تاني تعال نقول مع بعض الاكل والشرب ايه. اول حاجة الكحوليات وانتوا عارفين اللي بيشرب خمرة او كحوليات ريحة بقه متغيرة ووحشة. اتنين الاكثار من شرب القهوة. تلاتة البصل والتوم. اربعة الحقيقة عدم العناية بالفم والاسنان علشان كده مهم جدا تستخدم الفرشة وتستخدم مضمضة لو الموضوع تطلب
وده مهم جدا. طيب بعد كده الامراض بقى، اول حاجه طبعا الاسنان، عشان كده لازم نعتني بالاسنان، لازم نروح لدكتور اسنان لو في اي مشكله. في حاجه اسمها دنتال كاريس او كيريس توث، او بيسموها ايه، بيسموها الامباكشن. الامباكشن او السن الفاسد، او السن اللي جاي بالعرض مش بالطول، مش واخد مكانه، متحجر كده جاي بالعكس بالمقلوب، بيسموه اطباء الاسنان الدنتال كاريس. الحقيقه الامباكتد تيس اللي بتعمل الدنتال كاريس دي، يعني باختصار شديد، قد يكون في عيب في الاسنان، سنه ملخلخه، سنه ملتهبه، لسه ملتهبه، كل حاجه في الاسنان ممكن تطلع لنا ريحه ايه كريهه. اتنين، الانف والاذن، اللوز ممكن تعمل كده، تعمل الريحه الوحشه، الجيوب الانفيه والتهابات هتعمل كده. تعال ندخل جوه شويه، نقول ان الرئه وبالذات حاجه اسمها الاكتيزيا، الاكتيزيا دي الحقيقه او البرونكيكتيزيا بالعربي، بالعربي يا جماعه يعني الرئه توسعت شويه الشعيبات بتاعتها، او خراج في الرئه. يبقى قلنا الجيوب الانفيه، وقلنا الاسنان، وقلنا الرئه والتهابات الرئه وخراج الرئه. لسه هندخل على الكلى والكبد، لكن بعد ما نسمع اتصالنا بالاستاذ محمد محمود اللي جاني العياده ومعاه تحاليل زميلين الاثنين اللي سافروا ليبيا وبعتوا لي بارق التحيات، واللي عرضنا تحاليلهم دلوقتي. استاذ محمد محمود، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ محمد؟ والله الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا حبيبي. انت جيتني في عياده الاقصر مش عياده سوهاج. بس الصوت مش واضح عندي شويه يا دكتور. طيب حضرتك جيتني في عياده الاقصر. الو؟ نعم. حضرتك جيتني في عياده الاقصر؟ ايوه جيت لك العياده في الاقصر، وخدت العلاج بتاع حضرتك، والتحليل هيطلع بكره ان شاء الله، لسه ما جبتوش الاخير. التحليل بتاعك انت هيطلع بكره، ويا رب تلحق بزمايلك الاثنين طارق. لا ان شاء الله، ان شاء الله عثمان اني الحق اصحابي اللي هم عدوا سافر دول. طيب بقول لك ايه، انا عايزك تحكي لي بس الاول، انت دخلت عليا وفاجئتني، وكانت بشرة حلوه لما دخلت عليا بتحاليل طارق خلف مغربي وعبد الرحمن. نعم. محمد احمد، وقلت لي هم سافروا ليبيا. خلاص كانوا ليبيا ولا الكويت؟ مسافر الكويت ان شاء الله. لا هم سافروا ليبيا ولا الكويت؟ هم سافروا ليبيا. ليبيا. انت عايز تسافر الكويت؟ التحليل بتاعهم طلع ما شاء الله بالاخير. ما احنا عرضناها على التلفزيون، انا مش عارف انت قدامك تلفزيون دلوقتي ولا احنا جبناك كده بالاتصال. نعم؟ في تلفزيون قدامك ولا احنا كلمناك وانت في الشارع؟ لا انا في الشارع، وحاليا انا ما سمعتش من دوشه العربيه بصراحه. انت في الشارع، معلش والله ما نسخناش معاك يعني ان انت تكون لا قدام لا تلفزيون. طيب انا هشوفك بقى ان شاء الله في عياده الاقصر يوم الـ يوم الـ يوم الجمعه، مش كده؟ يوم الجمعه ان شاء الله هجيك انا اكيد العياده عشان اجيب لك التحليل الاخير ده ان شاء الله خير. يا رب تطلع زي اصحابك الاثنين، وهم سافروا ليبيا وتسافر انت الكويت. سافروا تمام والله، وصلوا كمان وكلموني من هناك. طيب والله احنا كنا نتمنى نتواصل معاهم، بس ما دام سافروا وربنا كرمهم وخفوا وكلموني امبارح بيتشكروا لك والله. الله يكرمك يا حبيبي. احنا ان شاء الله لما تجيني الاقصر يوم الجمعه هاخد موبايلاتهم ونكلمهم في ليبيا، نبشرهم يعني، او يعني نبارك لهم يعني. اكيد ان شاء الله يا دكتور، هتبارك لي انا ان شاء الله معاهم. والله امل ان انت كمان التالت تحصل لهم، ويبقى ثلاثة خفوا من فيروس بي. وعلى فكرة أنا كنت بطلع التحليل دلوقتي كلمة undetectable، يعني مش لاقيين خالص أي فيروسات، ودي الكلمة اللي بيتمناها الناس. الحمد لله إن شاء الله. إن شاء الله، ألف مبروك عليك وعليهم يعني، وإن شاء الله. شوف أنا قلت الفأل حسن، إن شاء الله قلت ألف مبروك عليك، فيبقى إن شاء الله يوم الجمعة هتجيني إن شاء الله خير. وأنا متفائل بيك خير يا دكتور إن شاء الله. إن شاء الله. وزي ما دخلت عليا العيادة بتحليل زمايلك الاثنين اللي سافروا ليبيا، هتدخل عليا بتحليل نفسك بقى المرة دي إن شاء الله، وتكون undetectable level او نيجاتيف، يعني مفيش فيروس بي عندك خالص، ويبقى انتوا الثلاثه خفيتوا من فيروس بي ان شاء الله. هم طلعوا على ليبيا وانت على الكويت ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور باذن الله، على ايدك ان شاء الله بعد ربي. ان شاء الله، انا مستنيك، انا مستنيك. اوعى ما تجيش يوم الجمعه اكون عندك ان شاء الله. هو التحليل هيطلع بكره الساعه 10. تمام. لا انا مستنيك بالتحليل، تبشرني في العياده وتدخل عليا زي ما دخلت عليا المره اللي فاتت ان شاء الله. واحتمال اجيك مصر، لان يوم الاثنين هروح مصر. انا الاثنين موجود، لو جيت بقى مصر تعلي بالتحليل يوم الاثنين في عياده فيصل، وطبعا العنوان بتاع فيصل موجود، اول شارع فيصل فوق معرض الابيض للسيارات، ده في اول فيصل. موجود معاك روشيتا يا دكتور. قدام اولاد رجب على طول، في اولاد رجب كده في اول فيصل، احنا البرج اسمه برج النصر في وشه على طول، تنورني بالتحليل ان شاء الله. لو ما جيتش الاثنين فيصل يا دكتور ان شاء الله. انا الخميس في سوهاج، والجمعه ان شاء الله في الاقصر باذن الله. باذن الله يا دكتور ان شاء الله. ان شاء الله متفائل خير. والسبت في اسوان ان شاء الله، لو عايز تيجي اسوان كمان انا مستنيك. والله ان شاء الله، لو قدرت اجي لك في مصر اجي لك، ما قدرتش اجي لك في الاقصر ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يبارك وشنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله يبارك فيك يا دكتور باذن الله.
وتلحق بزميلك طارق خلف مغربي وعبد الرحمن محمد احمد اللي خفوا من فيروس بي. نرجع تاني باذن الله. باذن الله والله يا دكتور. قول يا رب وصلي 12 ركعه لله بالليل، وانا بحلف لك بالله اي واحد له طلب عند ربنا يطفي نور الاوضه بس ويصلي 12 ركعه بالليل ان شاء الله لازم ربنا هيكرمه، لان انا دايما بقول ولله المثل الاعلى، لو حد راح لحد غني وفضل يشحت منه هيتكسف من الجيران ويديله اللي هو عايزه، فما بالك من ربنا اللي لو ادى كل واحد حلمه ومراده وامله ومطلبه. عطيه ربنا اكبر من ده كله، وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي لو ان كل واحد له طلب عند ربنا وربنا حقق هذا الطلب لن ينقص هذا من ملك الله الا كما ينقص الماء في سم الخياط، يعني لو حد نزل ابره وطلعها من البحر تاني في الفتحه بتاعت الابره اللي بيدخل فيها الخيط هتعلق قطره ميه من البحر ده كله، هو ده اللي هينقص من ملك الله. فلك ان تتخيل قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا عاطي معطي وهاب. طيب هنرجع تاني اعزائي المشاهدين ونلخص بسرعه رائحه الفم الكريهه قبل ما ندخل في اتصال يمكن استاذ الصبح اللي كلمنا على تليف الكبد والجديد في علاج فيروسي. احنا اتفقنا وقلنا اكل الثوم يخلي ريحه البق وحشه، اكل البصل يخلي ريحه البق وحشه، الكحوليات والخمور ربنا يحميكم يا رب ويحفظنا جميعا بيخلي ريحه البق وحشه. كمان قلنا ان الاكثار من القهوه، لا تكثر من القهوه لانها بتخلي رائحه الفم وحشه. في نفس الوقت نقول انه احدث حاجة طلعة هذا الاسبوع من استراليا وكندا وامريكا في نفس الوقت، علماء توصلوا لنفس النتيجة انه فنجان واحد من القهوة مرتين في الاسبوع او ثلاثة، فنجان او اثنين او ثلاثة في الاسبوع قادر على انه يكمح جماح التليف. اتكلمنا كتير عن التليف وقلنا حاجات كتير عن التليف، وهنقوله احنا بنناقش نقطة التليف اللي سأل عليها الاستاذ صبحي من المنصورة اعتقد دلوقتي كان اتصاله من شوية، يعني هنقول في ده لكن بننصحكم دايما بهذا الموضوع. انا الحقيقة اللي عايز اقوله بسرعة، طيب اتصال مدام نفيسة. الو مدام نفيسة من مين؟ ايوه يا باشا ازيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك واهل المنيا عاملين ايه؟ زي حالك؟ الحمد لله. وطيت فين يا دكتور؟ وطي التلفزيون وكلميني من التليفون يا حاجة نفيسة. وطي يا حبيبي. ماشي ماشي، تسلم ايدك يا باش. قولي لي بقى صحتك عامله ايه دلوقتي؟ والله ده انا زي العسل، وقالوا لي كمان انك جيت مصر هنا. الحمد لله. صحيت وبقيت زي الفل. الحمد لله، في اي شكوى من اي حاجه يا حاجه نفيسه؟ والله زي العسل يا دكتور، تسلم ايدك. الحمد لله، يا رب دايما بصحه وعافيه يا حاجه نفيسه. يا رب. انت منين من المنيا يا حاجه؟ منين من المنيا؟ منين من المنيا؟ سامعاني؟ دير مواس محفظه المنيا. دير مواس؟ ايوه. اهلا وسهلا، الف سلامه عليك وان شاء الله التحاليل تطلع كويسه وتبقي زي الفل ان شاء الله. لا خليك يا باشا، تسلم ايدك. تسلم ايدك يا فندم، شكرا، في رعايه الله. طيب اعزائي المشاهدين هنكمل ايه اللي يخلي رائحه الفم كريهه بالذات في الكلى والكبد بعد الفاصل. فاصل ونواصل. اسمحوا لي باسمكم جميعا ارحب بعروسة الفرح النهارده بالسيدة الطيبة المحترمة جدا امال محمد احمد من ابشواي مركز يوسف الصديق، الحاجة ام محمود اللي خفت من فيروس سين، رحب بيها. اهلا بك يا حاجة. اهلا بك يا دكتور. احمد ربنا. الحمد لله. حمدا وشكرها والله. الحمد لله. حضرتك من ابشواي مركز يوسف الصديق؟ مش كده؟ انا من مركز يوسف الصديق. طيب انا عايزك بقى تحكي لنا النهارده ايه اللي حصل معاكي عشان ندي امل للمشاهدين اللي بيقولوا مفيش علاج لفيروس سي. لا ازاي؟ مفيش علاج لفيروس بي. احكي لي القصه من الاول. طبعا. من قد ايه اكتشفت ان عندك فيروس؟ عملت ايه بالظبط؟ احكي لي اتفضل. انا من سنه كده حسيت ان انا تعبانه شويه، ف
فرحت للدكتور قال لي انت عندك فيروس. تمام. فلما جيت قلت له شفت الدكتور حسان على التلفزيون. نعم. شفت التلفزيون. نعم. الصراحه عجبني قوي. ربنا يطول والله عم. يعني دكتور محترم ودكتور كويس ومقابل الناس مقابل العينين كويس ومحترم يعني. ربنا يخليك. قلت لهم خلاص انا عايز اروح للدكتور ده. تمام. ما قدموش بقى خبر وتاني يوم على طول ودوني للدكتور حسين. وجيتيني. وجيت للدكتور حسين. تمام. قال لي احنا هنتعامل مع بعض ونمشي مع بعض بس تطوعيني وتمشي ورايا. تمام. قلت له انا معاك يا دكتور. فقلت له خلاص يا دكتور انا معاك. تمام. ما شاء الله الدكتور كويس وعلاجه كويس ومقابلته كويسه. ربنا يطول عمرك. كل حاجه حلوه في الدكتور حسين. ربنا يخليك يا حاجه. فمشيت مع الدكتور حسين لحد ما خدنا 9 شهور تقريبا او 10 شهور. اه حاجه زي كده. يعني مش كتير. اه تمام. وبعدها مشيت معاه الصراحه كويس. وجيت له اول امبارح عامله بي سي ار وعامله وظايف كبد. واول ما شاف التحاليل ضحك وقال لي انت ما عندكش اي حاجه. يا دكتور قال لي والله ما عندك اي حاجه. انت خفتي من الفيروس. الحمد لله. طب مش مصدقه. ما كنتش عارفه لما انا قلت لك. لا ما كنتش عارفه بس. ولا بتاع المعمل قال لك انك. لا سواء قال لك النتيجه حلوه ولا قال لك ايه؟ لا قال لي النتيجه كويسه والفيروس الخلايا بتاعته ماتت. وخس نقص يعني. تمام. تمام. وطبعا بتاع التحليل مش هينفع زي الدكتور حسام طبعا. ربنا يخليك. طيب الحقيقه انت وعدتيني انك تيجي الحلقه وانا خفت من انا من ايام ما جيت لك قلت لي ان خفت هتيجي قلت لك ايوه هاجي. ده في الاول وشهر. لا ايوه. وانت بتوفي بالوعد. انا وفيت بوعدي. تمام. لما انت قلت لي الصراحه يعني الفرحه ما كانتش سايعه عني. الحمد قلت لله. قلت هاجي لك يا دكتور يعني هاجي لك. الحمد لله. الله يبارك فيك. حضرتك منين يا حاج دهب؟ من ابو شنب الفيوم. ابو شنب. ابو شنب. ايوه. من الفيوم من منطقه اسمها ابو شنب. ايوه. الف سلامه عليكي واحكي لي القصه بقى مع فيروس سي وربنا كرمك. انا كنت الاول كانت رجليا وجعاني ورحت عملت تحليل في الفيوم. وقال لي ابني وديها للدكتور باطن. رحت للدكتور باطن قال لي ده انت عندك الفيروس. تمام. اما رحت بقى جبت رحت عملت كشف وجبت علاج. ما برضه ما عملش حاجه. جيت لحضرتك وديني بتعالج معاك وكله بفضلك وفضل ربنا. فضل ربنا اولا يا ستي. ايوه. تمام. وديني وخفيت. الحمد لله. ما اقولكش بقى على الفرحه. نعم. انا لسه داخله وقال لي مبروك عليك. والله ما في اسمه. الحمد لله. قلت له والله بقول لك الفرحه ما كانتش طايقاني وانا مروحه. علم ابنك يا صبية احنا اصل الانسانية. علميه يزرع في ارضه هي دي اصل القضية. لما فرطنا في عملنا بعد ما كنا الملوك صرنا الرعية. علم ابنك يا صبية احنا اصل الانسانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل. وقلنا ان رائحة الفم قد تتغير نتيجة مشكلة في الكبد وقد تتغير نتيجة مرض متقدم في الكلى. يبقى مرض متقدم في الكلى يخلي ريحة البق وحشة. مرض متقدم في الكبد يخلي ريحة البق وحشة. مرض متقدم في الرئة وبالذات خراج الرئة يخلي ريحة الفم وحشة. اللوز والتهاب اللوز ومشاكل في الحلق ومشاكل في الأسنان يخلي رائحة الفم وحشة. الجيوب الأنفية والشخير اللي بيجي من مشاكل في الجيوب الأنفية ومشاكل في المجرى بتاع التنفس يخلي رائحة الفم وحشة. التوم والبصل يخلي رائحة الفم وحشة. الكحوليات والخمرة يخلوا الفم ريحته وحشة. كمان زي ما قلنا انه شرب القهوه الكتير يخلي رائحه الفم وحشه. طيب التليف. جانا اتصال من الاستاذ عطيه من شويه بيسال عن التليف. احنا قلنا قبل كده انه التليف ما هوش حاجه تمسك حته صغيره في الكبد واخده جنب بقطعيه يعني، لا التليف. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد من المنيا اتفضل. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الله يبارك فيك يا دكتور. والله انا زمان يا دكتور بقالي فتره عاوز اكلم حضرتك
لكن يعني نسعد بسماع صوتك دلوقتي والله. الله يكرمك، ده شرف ليا والله، ده انا اجي لك لحد عندك. الله يخليك يا دكتور. والله يا دكتور انا يعني في عجالة انا كنت اتعالجت من اثاره كتير الحمد لله، وعملت البي سي ار بعد 6 شهور طلعت نيجاتيف الحمد لله. الحمد لله. فانا دلوقتي يا دكتور بعد اذنك انا عاوز اسافر، فالاجسام المضاده موجوده. لا تعلي ان شاء الله، تعلي ان شاء الله، وزي ما سفرنا الناس دي هتسافر ان شاء الله. انا سمعت حضرتك الحمد لله، يعني الناس اللي سافرت ليبيا والكويت وفي ناس من عندنا سمعوني عنك يعني كلام يعني بشرى الحمد لله، يعني حاجه كويسه جدا. الحمد لله، وربنا يجعلنا عند حسن ظن الناس كلها، وانا تحت امرك تنورني في اي وقت، والف سلامه والف مبروك ان الفيروس راح منك. بعد اذن حضرتك، هل في علاج ولا كده ولا المؤثر؟ لا حضرتك بس، حضرتك ان شاء الله تنورني وتشرفني، وباذن الله تعالى هنقول الحكايه دي. واحنا قلنا قبل كده ان مفيش حاجه اسمها الاجسام المضاده لها علاج، الاجسام المضاده دي جزء منك، انما احنا يعني بندي حاجه كده بتخلي يعني التحليل مختلف. لكن الحقيقه الجزئيه اللي انا عايز اقولها لك ان انت الحمد لله ما دام عدت 6 شهور بعد ما خلصت من الفيروس، بنستنى كمان 6 شهور، وبعد ال6 شهور الثانيه يعني بعد مرور سنه من اختفاء فيروس سي دون علاج ما بتاخدش حاجه، بنحلل ونؤكد ان الفيروس ما فيش. كان عندي النهارده السيده اصلاح في العياده، والست اصلاح الحقيقه راحت امريكا ورجعت وجاتني النهارده من امريكا، فانا قلت لها المعلومه المهمه دي انه بعد مرور عام من اختفاء الفيروس، الحمد لله الفيروس سي اختفى من عندها، فقلت لها اجلي الفرحه لحد مرور عام من اختفاء الفيروس يا حاجه اصلاح، وان شاء الله باذن الله الموضوع نبارك لك المباركه النهائيه ونقول ما فيش فيروس عند حضرتك. كان مكتوب لها حاجه اسمها الارثوذكسي، الحقيقه الارثوذكسي ده انا يعني بديه بتحفظ، يعني ما بحبش اطول فيه قوي، وساعات كتيره بديه 3 اسابيع واقول للعيان ما تاخدش اسبوع، والحقيقه قالت لي نفس الكلام اللي قالوه لي الدكاتره في امريكا، يا توقفيه يا تكوني يعني بتحفظ فيه. فهي كانت سعيده يعني. استاذ عبد الحكم الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حسين عبد الحكيم بيه، ازاي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك يا فندم. انا والله بعتز بيك، مش عشان انت مدير بنك مصر في هنا، ولكن لانك شخصيه محترمه. حضرتك مدير احد البنوك، عشان يعني يبقى مدير احد البنوك، بس انت الحقيقه شخصيه لذيذه جدا، والواحد سعيد بمعرفتك والله جدا. وانا اولا يعني اتقدم بخاص الشكر لقناه الصحه والجمال الحقيقه يعني. الله يكرمك. والقائمين عليه، لان البرنامج ده برنامج هادف جدا جدا يعني اولا يعني. ربنا يكرمك. واهم التحيه الثانيه للعملاق. ومعلش اسمح لي انا اسم العملاق الكبير كمان والبروفيسور الدكتور حسين الشورى. ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك يا دكتور. ربنا يكرمك. وانا الحقيقه كتبت عندك في الاقصر من شهر ونص بالظبط لو حضرتك تفتكر يعني. طبعا يا فندم. وكانت الانزيمات عاليه عندي خالص، ويعني وشويه حاجات، ولكن انت طمنتني خالص، لان انا كنت برضه يعني لما انا لان الموضوع كان بمحض الصدفه معايا يعني ان اكتشف سي يعني. نعم. وكان بالنسبه لي الدنيا خلاص يعني ليلت يعني وبتاع، لكن الحقيقه بعد ما قابلت حضرتك وبعد ما انا شفت حضرتك في التلفزيون ورحت المكان، وانا معلش انا اسف ما كنتش مصدق، كنت بقول ان المواضيع التجاريه من الدرجه الاولى بامانه معلش يعني، ولكن انا بعد ما كشفت عند حضرتك لا طبعا الحمد لله رب العالمين، واديتني شويه اديتني علاجات حضرتك انا مشيت عليهم كويس الحمد لله. اخيرا طبعا انت كنت عامل حضرتك التحليل من حوالي 5 ايام بالظبط كده، الانزيمات الحمد لله بقت كويسه خالص، في عندي 21 و24 من بعد ما كانت المواضيع فوق خالص، اللي هو الاي ال تي 24 والاي اس تي 21 حضرتك. تمام. بس هو في حاجه بعد اذنك يا دكتور يعني. اتفضل. انا بشعر بحاجات كده يعني من ساعه العلاج، يعني في اضطرابات نفسيه عندي، في قلق في النوم. يعني عندي قلق في النوم حضرتك. كده يعني بتعب برضه شويه يعني مع اي مجهود زياده يعني. لكن غير الاول خالص الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. هو انا معلش برضه ليا سؤال ثاني عند حضرتك بعد اذنك. اتفضل. يعني في سيادتك دلوقتي عقاقير، انا امبارح لسه داخل على النت بيقولوا 8 عقاقير جديده لعلاج سي في نهايه 2013، وفي حاجات بيقولوا بالفعل نزلت. ايه صحه الخبر ده حضرتك؟ حاضر حاضر. شكرا شكرا وربنا يبارك لنا فيك يا دكتور حسين. انا بس بعتذر لك كبير قوي عشان انت كلمتني وانا كنت مشيت من العياده. وفعلا فعلا رديت عليا حضرتك، اشكرك يا فندم. فانا بعتذر لك والله بعتذر لك. لانك وانا مثلاً يعني ما فيش بعد كده، وانت لما بتقول لي يعني وانت بتحذر لي وانت سيادتك مسافر، يعني انا حسيت حاجه كبيره خالص يعني. وانا راجل يعني من عامه الناس، واكلم الدكتور رد عليا وانا عارف وقت حضرتك يعني، وربنا يبارك فيك يا دكتور حسين. ده شرف ليا. يا عملاق يا كبير ان شاء الله.
الله يكرمك ان شاء الله. ربنا يشفيك يا رب ان شاء الله. وانا سعيد بمعرفتك، وانا اكثر تشرفا الحقيقه بمعرفتك، انت راجل محترم يعني. طيب هنجاوب على جزء جزء زي ما قلنا. الحقيقه الجزء الاولاني الانزيمات، وناس كتيره جدا بيرهقها الانزيمات. وانا الحقيقه لسه كنت بتكلم مع حد النهارده، مشكله تربيه الاولاد ومشاكل الاولاد اكتر حاجه لاحظتها بتتعب وتخلي الانزيمات بتاعت الكبد ترتفع. احنا دايما بنقول انه بيرفع الانزيمات المجهود الزياده عن اللزوم، وما بقولش للعيان ما تشتغلش، يا سيدي اشتغل وكل حاجه، بس ما تجيش على نفسك، ما تتعبش نفسك قوي. طيب الحقيقه هناخد الاتصال ده ونجاوب على السؤالين مع بعض. ام حمزه السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام يا اختي. انا بكلم حضرتك من اسوان. من اسوان، اهلا يا ام حمزه. اهلا بحضرتك، لو سمحت يا دكتور، والدي راح كشف وقالوا له عندك ميكروب في المعده. في حصر في الجهاز الهضمي، وكتبوا له على برشام اسمه هيليكيور. هيليكيور، لا هيليكيور، هيليكيور يمكن. فقالوا له ده ميكروب في المعده. احنا كنا عايزين نطمن حضرتك، هل البرشام ده كويس ياخده يعني، والتهاب في المعده؟ طيب هجاوبك عموما، وانا ان شاء الله يوم السبت في عياده اسوان، فان شاء الله لو في فرصه هقول، وانا هجاوب على السؤال. انا حجزت يا فندم، لا شرف ليا يا فندم، اجي له لحد البيت والله يا اختي. الله يبارك لك يا دكتور، الله يخلي حضرتك، انت نورتنا في اسوان والله يا دكتور. الله يكرمك، ربنا يخليكي، وانا متشكر وهجاوب حالا، يعني استسمح زمايلي ما يدخلوش اتصالات تليفونيه لحد ما اكمل الاجابه على الاثنين. والحقيقه انا دايما بيبقى صعبان عليا الاخ اللي بيتصل، لانه بذل مجهود وبذل مال، يمكن فلوس بتدفع عشان يلحق يتواصل معانا. فاحنا الحقيقه عندنا مكانين في اسوان بنروحهم، مكان بالفعل بنروحه في الشارع الجديد، شارع اسمه شارع الشيخ صالح، في الشارع الجديد، هو في وسط الشارع الجديد بالظبط، في معرض بشرى للادوات الكهربائيه احنا جنبه، في حد بتاع عصير قصب احنا في وش بتاع عصير القصب على طول، الشيخ صالح. والحقيقه في مكان تاني بنجهزه في شرق المركز، يعني اخر الشارع الجديد يمين، في جامع اسمه جامع الطبية، ناس اسوان يعرفوه كويس قوي. الحقيقه احنا برضو بنجهز مكان هناك ان شاء الله، باذن الله هيبقى اوسع شويه والدنيا تبقى افضل شويه يمكن من المره دي. يوم السبت لو المكان جاهز هننزل ان شاء الله في عياده شرق المركز ان شاء الله باذن الله. والمكانش هنبقى احنا في مكاننا الاولاني، ما بين الاثنين 3 4 متر يعني مش بعيد. طيب الحقيقه هنجاوب على الاثنين بسرعه اعزائي المشاهدين، انا بقول ان احنا بكره في اسكندريه ان شاء الله اليوم كله في 50 شارع بسلام عارف، الخميس ان شاء الله احنا في سوهاج في ميدان العارف، الجمعه ان شاء الله في الاقصر، والسبت في اسوان. بسرعه كده ام حمزه اسلام، ام حمزه الحقيقه والدها ربنا يديه الصحه والعافيه عنده بكتيريا حلزونيه، احنا عارفين ان البكتيريا الحلزونيه ميكروب موجود في المعده، هذا الميكروب الموجود في المعده بنقول دايما ان احنا بنعمل له تحليل. طب نسمع الاستاذ صالح ونجاوب على الثلاثه، ويا ريت زمايلنا ما يدخلوش اتصالات تاني. استاذ صالح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضل اسالني في خدمتك. تحت امرك، انا كنت رحت للدكتور عشان الفيروس يعني. فيروس سي؟ فيروس سي ولا بي؟ 48 حقنه ومفيش حاجه برضه زي ما هو. يعني موجود. موجود بعد ما خدت 48 حقنه وتعذبت فيهم. منين من الشرقيه؟ من ديار بنجم. ديار بنجم، اهلا وسهلا. اهلا يا صالح بيه، الف سلامه، وان شاء الله باذن الله هجاوبك ونديك كرسي العلاج ان شاء الله، وباذن الله باذن الله باذن الله هتخف معانا على الاقراص. ناس كتيره جدا خدت الحقن وما خفتش، لكنها خفت معانا على الاقراص، فان شاء الله استاذ صالح من الشرقيه بعد ال 48 حقنه يكون لك نصيب معانا تاخد العلاج ان شاء الله. ام حمزه زي ما قلنا بتسال عن باباها، ربنا يخليه لها يا رب ان شاء الله، خدت علاج اسمه هيليكيور، يعني يمكن العلاج ده مش كافي قوي الحقيقه، في ادويه اكتر منه تطورا بنديها، احنا بتضيع على طول الميكروب الحلزوني في المعده، واحنا قلنا الميكروب الحلزوني في المعده هيليكوباكتر بايلوري. الحقيقه يعني كلام كتير قلته عنه، عشان كده كل حد يعني الوقت ما كفاش ادخلوا على اليوتيوب، على اليوتيوب اكتبوا الدكتور حسين الشورى، على اليوتيوب دكتور حسين الشورى الصحه والجمال، حلقه البكتيريا الحلزونيه، هتلاقي على اليوتيوب امراض الكبد والسكر و دايما ادخل على اليوتيوب شوف الحلقه كامله، لان انا دلوقتي عايز اقول ساعه عن البكتيريا الحلزونيه والوقت ما فيش وقت، يعني زمايلي بيقولوا يلا الوقت قرب يخلص. فمواعيد الاسبوع موجوده على الشاشه دلوقتي اتفرجوا عليها وانا هتكلم والمواعيد موجوده. احنا الحقيقه زي ما بقول البكتيريا الحلزونيه لها تحليل بيتعمل في الدم،
وفي البراز وفي النفس. يبقى تاني تحليل في الدم وهو الادق، تحليل في البراز وتحليل في النفس. الحقيقه احنا كنا المفروض نتواصل مع الدكتور خالد توفيق. الدكتور خالد توفيق الحقيقه من كبار الدكاتره في التحاليل الطبيه علشان يقول لنا الفرق بين الثلاثه، لكن طبعا الوقت خلص. نوعد الدكتور خالد توفيق الرجل المحترم ان شاء الله انه باذن الله هيكون له نصيب معانا الحلقه الجايه عشان يفرق بين تحليل البكتيريا الحزنيه في الدم وفي البراز وفي النفس. بسرعه كده احنا بننصح وصفه شعبيه جنب العلاج، ودايما يا جماعه كل وصفات الدكتور حسين الشوره الشعبيه جنب العلاج. فاحنا بنقول لو جبت كوبايه ميه حضرتك وحطيت فيها معلقه خميره كبيره، وجبت كوبايه ميه وحطيتي فيها معلقه خل تفاح صغيره مش كبيره، معلقه شاي مش معلقه رز، معلقه 3 مللي مش 5 مللي، حضرتك لو استخدمتي اسبوع او 15 يوم الوصفه الاولى اللي هي كوبايه ميه مع خل تفاح او كوبايه ميه مع خميره كبيره، دي 15 يوم ودي 15 يوم او دي اسبوع ودي اسبوع، ان شاء الله باذن الله ده هيساعد جدا في ان احنا نخلص بالبكتيريا الحلزونيه جنبا الى جنب مع الدواء اللي هديه لبابا لما يجيني يوم السبت ان شاء الله. طيب الاستاذ عبد الحكم اللي كلمنا من هنا، انا بقول له انه الانزيمات زي ما قلنا لها علاقه بالمجهود الزياده، ارجوك ما تجهدش نفسك زياده. طب ابطل شغل؟ ما تبطلش شغل، لكن حضرتك تقدر باختصار شديد تاخد يوم في الاسبوع اجازه، او في وسط ضغط الشغل تاخد نص ساعه كل شويه، ربع ساعه كل شويه، راحه تريح الكبد وتريح جسمك ثم تواصل العمل. طيب ايه تاني غير المجهود يرفع الانزيمات؟ اللخبطه في الاكل. احنا قلنا قبل كده اللخبطه في الاكل يعني سمك مشوي، يعني صدر فرخه او صدر ارنب من المرق بعد ما تشيل الجلد، يعني لحمه حمراء، وافضل حاجه للكبد هي البيتيلو المسلوق. اتكلمنا وقلنا ان الحاله النفسيه بترفع انزيمات الكبد، حاول ما تزعلش. مين يقدر ما يزعلش؟ قلل الزعل قد ما تقدر، بدل ما تزعل 5 مرات ازعل 3 مرات يا سيدي، ازعل مرتين يا سيدي، ما تقعدش مع حد يزعلك يا سيدي قد ما تقدر. بقى الحاله النفسيه المجهود الزياده، الراحه مطلوبه جدا جدا لان التعب الزياده يزود الانزيمات، كمان بعض الادويه. الحقيقه اضطرابات النوم والقلق زي ما سال عليها الاستاذ عبد الحكم احنا هنقدر ان شاء الله نقولها المره الجايه، لان زمايلي بيقولوا لي الوقت خلص. اعزائي المشاهدين احنا ان شاء الله 2 3 4 في عيادتنا في فيصل في العنوان اللي شفتوه حضراتكم واللي موجود على الشاشه، على فكره كل عناويننا موجوده على الخط بتاع الدليل الطبي على الشاشه 24 ساعه، يعني اي حد عايز عناويننا يبص على الخط اللي موجود على الشاشه ده بيفضل 24 ساعه في كل تليفوناتنا. كمان احنا ان شاء الله يوم الحد اللي هو بكره في اسكندريه اليوم كله ان شاء الله في 50 عبد السلام عارف، يوم الخميس القادم احنا في سوهاج، يوم الجمعه احنا في الاقصر، يوم السبت احنا في اسوان. اعزائي المشاهدين زي ما بقول لكم دائما امنوا معي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا الى اهميه الدعاء، وربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع عنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها وسهلتها يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم، وختامنا ابتسامة. Oh,